الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علي، لو أول مرة بتتفرجوا على القناة أتمنى من الله حضراتكم تشرفونا تشتركوا فيه. الفيديو ده مخصص إن شاء الله لطلبة أولى إعدادي. الإعدادي عندك بفضل الله تعالى وأنتوا الأمل لما تبقى كويس ومتأسس في الإنجليش تبقى إن شاء الله باقي الأيام وباقي السنين اللي جاية تبقى قوي فيه. عندكم في الوحدة الأولانية حاجة اسمها pronouns ضمنكم. عند الضمير مستر I he she it we they you، دول اللي عنديكم اللي حافظين. I يعني يا مصطفى، I مستر معناها أنا، he يا خالد معناها هو، she معناها هي، it الله يكرمكم هو أو هي لغير مين؟ لغير العاقل. وي نحن، احنا يا مستر. زي هم. يو معناها في الانجليش يا ولاد انت او انت. تعالوا نفهمهم مع بعض عشان نبقوا شطار يا مستر. اي بتكلم بيها عن نفسي، فاسمه في الانجليش ضمير متكلم، انا بتكلم بيها عن نفسي. هي يا ولاد هو. هتعود على مين؟ على المذكر يا مستر. شي معناها هي. تعود على مين؟ على المؤنث البنت. إت الله يكرمكم على الغير عاقل. القلم ده أقول عليه إت، القلم ده مذكر. السبورة دي مؤنث أقول عليها إت. وي نحن، أنتوا في الفصل مع بعضيكم سواء أولاد وبنات بس نقول على بعض وي. زي هم، جماعة جنبينا كده نقول عليهم هم. يو بتكلم واحد صاحبك تقول له يو. طب شوية من أصحابك يو، أنت أو أنتم. في ضمير للأسف بعض الطلبة حتى الجيت بتوع ثانوي بيغلطوا فيه. أنت وماشي كده لقينا مرة واحدة هيثم بيمسك حجارة وراح يضرب فيها. هيثم يقول لك يا مستر أنا شايف عزكم الله شوية كلاب هنا. الكلاب دول عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. جمع ولا مفرد؟ جمع. أقول إيه عليهم من دول؟ أقول عليهم يا ولاد زي هم، عشان اكتشفت إن في طلبة بتقول لي إتس. لا فيش حاجة إتس. اي حاجة غير عاقل اقول عليها زي، والعاقل برضه اقول عليها زي. دول في الانجليش يا ولاد اسمهم ضمائر فاعل. يعني ايه فاعل؟ هم اللي بيعملوا الفعل. يعني قصدك يجي بعديهم يا مستر الفيرب، الفعل. اديني مثال يا مستر. واحد وسطيكم عمار يقول يا مستر اي لايك انجليش، انا بحب الانجليزي. اقول له مصدقك يا عمار. طيب شي كوكس تطبخ رايس. هي اللي تطبخ مين؟ الرز. مين اللي فاعل؟ مين اللي بيعمل الطبيخ؟ هي. يقول زي بلاي ويل. الفصل اللي جنبينا دول يا مستر بيلعبوا كويس، يبقى مين اللي بيلعب؟ هم. دول ضمائر الفعل يجوا قبل مين؟ يجوا قبل الفعل. دول اسمهم ضمائر فعل. طب يا مستر عاوز احولهم من ضمائر مفعول. يعني ايه ضمائر مفعول يا مستر؟ عاوز احولهم ضمائر مفعول. بصوا معايا، الاقي غاده كده جايه تبكي فيه. اختي الكبيره ضربتني يا مستر. هنا في الجمله هي ضارب ولا مضروب؟ فعل ولا مفعول؟ مفعول. يبقى اي تبقى مي. طيب تيجي تقول للواحد انا شفت باباك، انا شفته. هو في الجمله هنا فاعل ولا مفعول به؟ مفعول به. تبقى هم. تيجي ماما تزعق معاك او معاك ضربت اختك الصغيره تقول انا ما ضربتهاش. هي هنا في الفاعل في الجمله فعل ولا مفعول به؟ مفعول به. تبقى هير. ايه تفضل زي ما هي ايه. طيب الاقي فصل اولى اول بيبكوا، مالكم يا اولى اول؟ يا المستر ضربني. انتوا في الجمله دي فاعل ولا مفعول به؟ ما ضارب ولا مضروب؟ مضروب. تبقى عص. زي يجي منتصر يقول لي كده بارك لي يا مستر، خير يا منتصر، هزمناهم. تبقى زم. طيب يو تفضل زي ما هي يو. دول يا اولاد لازم في الانجليش يتحفظوا. I تبقى مي، هي تبقى هم، شي تبقى هير،
it تفضل زي ما هي it، we تبقى us، زي تبقى them، ويو تفضل زي ما هي you. طيب يجوا ازاي في الامتحان؟ احل ازاي عليهم؟ choose اختار lives يعيش in Alex في اسكندرية. يقول لك اختار he ولا رقم b him ولا رقم c her. يقول لك اختار lives in Alex يعيش في اسكندرية، انا محتاج مين؟ الفاعل والمفعول به، محتاج اللي بيعيش اللي جاي قبل الفعل، يبقى اختار مين؟ هي. تجيني جملة تانية مثلا، لما يجي جملة زي كده يقول لكم ايه؟ بليز باسكت او تنس، بقول لكم اختار هل شي رقم بي هير. انا محتاج مين يا مستر؟ محتاج الفاعل والمفعول به، المفعول به ولا الفاعل؟ ابص محتاج اللي قبل الفعل، اللي قبل الفعل فاعل ومفعول به، فاعل يبقى مين؟ شي. تيجي مريم تقول يا مستر تعال تفضل عندنا، فتقول يا مستر الي ويل فيزيت سوف يزور. بقول لكم اختار هل وي ولا رقم بي اس. يبقى انا ادور محتاج مين؟ محتاج اللي قبل الفعل ولا اللي بعده؟ محتاج المفعول به يا مستر. مين المفعول به؟ وي ولا اس؟ اس. في الجملة زي كده يقول لكم اي سو، انا شفت فاطمة. يقول لك انا شفتها يا مستر، هنا فاطمة فعل مفعول به، مفعول به. يقول لكم اختار هير ولا شي. لازم اركز في الكتابة يا اولاد، انا شفت هي ولا شفت هي؟ هنا في الجملة هي فاعل ولا مفعول به؟ مفعول به، يبقى تمشي شي. طبعا فاكر المستر قال لازم يتحفظوا، عشان تبقى شاطر في الانجليزي لازم تكتب بالورقة والقلم كلمة الضمير المفعول من هي من شي هير ولا هير؟ يبقى انا مغمض هير. طيب وفي كلمتين تاخدوا بالكم منها، هي كلمة هير هردي معناها شعر. طلبة الأزهر يركزوا معايا لو سمحتوا، يقول لكم كوريكت. كوريكت يعني ايه؟ صح. في جملة زي كده يقول لكم كوكس باستا، حطتك خط تحت هير. هير قبل الفعل ولا بعده؟ قبل، يبقى عايز احولها مين؟ الفاعل ولا المفعول به؟ الفاعل. هير تبقى مين؟ اصلها ايه؟ اصلها شيء. في جملة زي كده وي وينت تو ذا سكول، رحنا المدرسة ويز زي، ذهبنا إلى المدرسة مع هم ولا معهم؟ تاني، ذهبنا إلى المدرسة مع هم ولا معهم؟ متصلة، لا معهم. زي تبقى زم. أحسنت. يبقى أنا قبل ما أحل لازم أشوف هل كان محتاج اللي عمل الفعل يبقى هو فعل اللي هم اللي حافظينه، محتاج اللي تأثر بالفعل وبيجي مفعول به يبقى مين؟ المفعول به. دول الضمائر يا أولاد لازم يتحفظوا. أتمنى من الله أن يكون حضراتكم فهمتوا، أتمنى من الله أن حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة، ذاكروا، سلموا أموركم لله، كلكم إن شاء الله هتنجحوا وتجيبوا مجموع.